السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسيرنا اليوم عن رؤية اسم هناء في المنام. أولا، تفسير حلم اسم هناء في المنام هي إشارة على حدوث تغيير كبير في حياة الرائي، سواء عن طريق سماع أخبار جديدة أو التخلص من المشاكل والهموم التي كانت تواجهه في حياتها. وإذا كان اسم هناء في المنام للمتزوجة، دل ذلك على أنها تتمتع بحياة زوجية ناجحة وتمتلك زوج رائع ويبذل كل جهده لإسعادها. واسم هناء إذا تردد في أحلام المرأة المتزوجة وكانت تعاني من كثرة المشاكل والضغوطات المادية في حياتها، سوف يتم حل كافة هذه المشاكل في القريب العاجل. أما بالنسبة للفتاة العزباء، فإذا رأت اسم هناء في المنام الخاص بها، فهذا دليل على أنها سوف تحقق ما تتمناه، وكذلك سوف تحدث تغييرات كبيرة جدا في حياتها. أما إذا كانت الفتاة العزباء لا زالت طالبة وتدرس، فهذا إشارة على تفوقها في دراستها. وفي بعض الأحيان يكون سماع أو رؤية اسم هناء في المنام هو إشارة على وجود أخبار سعيدة للفتاة العزباء. أما بالنسبة للمرأة المطلقة، فعند رؤية اسم هناء في المنام فهذا يدل على أن جميع المشاكل والصعوبات التي مرت بها في حياتها سوف تنتهي في القريب العاجل. أما إذا كانت المرأة الحامل ترى اسم هناء في منامها، فهذا دليل على أنها سوف تحصل على طفل سليم معافى وسوف يكون نوعه بنت، وأيضا سوف تحدث عملية الولادة بشكل سهل وسريع. تفسير اسم هناء للعزباء. إذا رأت البنت العزباء اسم هناء في المنام، فهذا دليل على أنها سوف تصل إلى كل ما تتمناه في القريب العاجل، وسوف تكون على درجة عالية من التفوق والتميز. وإذا كانت طالبة في الدراسة، إنما إذا رأت الفتاة العزباء امرأة أخرى تسمى هناء في المنام، فهذا يدل على نجاحها ووجود شخص آخر في حياتها سوف يقدم لها الدعم والمساندة الكبيرة. وبكده يكون حلقتنا النهاردة خلصت. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.